شايفني شحات عندك تشحن لي جواهر؟ لازم شحات ايش؟ طب اسمع، بخلي ساكورا جيمر يقبل طلب الصداقة اللي انت بعثت له اياه اذا بتعطينا نكتة حلوة. يلا النكتة. طيب ليش سب علينا؟ شو عملت؟ رمضانكم جميل اساطيري. طبعا اول شيء خلينا نبلش مقطعنا لليوم برمضان كريما لنا وعليكم يا جماعه. طبعا 4 ايام غايب فيهم وين كنت؟ خليها انا بقول لموضوع ثاني وندخل لمقطع اليوم. ولحس وقال ايه ده، شوكولاته من عند ربنا. يخرب بيت. كنت قاعد اصور لكم بمقطع بسيط، هو انه اي شخص بيعطيني نكته بنعطيه هديه داخل اللعبه، ولكن شخص دخل معي من العالمي ولكن كان اسلوبه حقير جدا. انك تدخل مع ناس انت ما بتعرفهم، انت مجبور انك تحترمهم غصب عنك، واذا ما راح تحترمهم فما راح يتركوك ابدا بحالك. يلا خلينا نبعث على العالمي معلم بيجينا ناس. يا اخي بتصدق، يمكن هذا من اكثر المقاطع اللي تعبتني بالتصوير والله يا اخي. ان شاء الله يفتحوا مايك بس. او ماي جاد، ساكورا جيمر، اقبل الطلب. يا حبيبي سيبك من ساكورا جيمر، ركز معي شوي. اقبل الطلب يا زلمه. حبيبي ما بدي اقبل طلبك. اسمع اسمع، انا قاعد بصور واحنا ضفناك لشغله، تمام؟ اول شيء يعني انت حاب تنزل اليوتيوب هيك قاعد بصور عادي؟ تمام يا اسطورتي، اي نكته حلوه انت الان راح تضحكنا فيها لك مني احلى هديه جواهر عليها. يلا. شايفني شحات عندك تشحني جواهر؟ لازم شحات ايش؟ طب اسمع، بخلي ساكورا جيمر يقبل طلب الصداقه اللي انت بعثت له اياه اذا بتعطينا نكته حلوه. يلا. النكتة. طيب ليش سب علينا؟ شو عملت؟ يا لما الـ ID تبعه. هو عن جد بعت لك طلب صداقة؟ هيو بعت لي طلب. طيب خلاص يا سيدي، الله يسامحه. اسمع زين، خليك شوي، بروح احكي معاه وبجيك دقيقة. شو بدك تحكي معاه؟ يلا ماشي بستناك. اسمع زين، هاي زبطته وضفته صديق معلم. قلت له ليش سبيته هيك ولا انسى؟ يا زلمة قلت له ليش تسب هيك وتطلع؟ وانه بقول انا حر. اسألك بالله، قال لك حر؟ لو قال لي مالي دخل ما بعتذر، انا حر معلم. قلت له طيب تعال روم، بدي احط نيران صديق بالروم ونفجر وتفجر نخدر فيه. المشكله انه ولد صغير، كم عمره؟ ما بدري، 14 سنه، ما بدري 15. لا حول ولا، يعني المشكله ولد صغير يعني شو بدي انا داري عنه يا زلمه فوق. قلت يعني له اعتذر مو راضي، والله العظيم ما في حل الا تجي ضد روم. المشكله ادخل يعني هالساعه روم واذله ذلي يا اخي، يعني كل ما اقتله اظل اضحك عليه. اسمع خبط على وجهه خليه عبره لغيره، وبعد الروم كمان خبط على وجهه باللوبي. اسمع بدي اسوي روم، اول ما تدخله بدي اضل فايت بسرعه الروم، وهسه بدي احط نيران صديق وشوف شو بدي اعمل لك فيه انا كمان. مع اني مش مقتنع بهالفكره بس هاتوا، خلنا نكتب لأسامة هاتوا لأنه طولنا، صار لي 5 دقايق هيك قاعد بالروم. مش راضي، لا معناته هاتوا، مادام مش راضي هاتوا، بدي اياك تجبره وتجباري انه يدخل على الروم. يلا، على الله انه يدخل على الروم هسا، وعلى الله بس لما يشوف اسمي هسا ما يطلعش. خلينا نحط نيران صديقة لاني كنت نسيها، وخلينا نروح نشوف نستناه. يا اخي طول كثير المشكلة. او ماي جاد، دخل يا اخوان، بس دخل، فوت على الروم بسرعه يا زين. يلا ليتس جو. انا مش عارف يعني بصراحه يا اخوان، اذا هاي الروم يا اخوان بجلدني فيها بصراحه راح تكون راح تكون يعني روم مسخره. تخيلوا زين جاي بده ينتقم من واحد، يقوم لواحد نفسه هو ينتقم من زين. بس بنفس الوقت انا عامل نيران صديقه واسامه، هسه بتكون ناجر وينجر وهو اسامه، بكونوا مفجرين بعض هسه، هسه بشلخوا بعض. انا ما بدي اسامه يقتله، انا اللي بدي اقتله. الله يستر، بس الله يستر. بلش يطخوا بعض. والله ايوه مفجرين بعض اسامه. ولك اتركوا بحاله. ولا وينه؟ هلا والله، تعال شوف الهيتشت، تعال خلي الهيتشت لباقي المقاطع. اليوم بدنا نزبطك، اليوم 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 يومك كبير، اليوم يومك، يعني مش عارف يعني عقولة عادل امام، بتحط نفسك بمواقف بايخة. طب ليش يعني ليش؟ يعني هاي اخرية. والله ما توقعت انه اصلا بعمل عليه مقطع يوتيوب، ان شاء الله ما يطلع، بس عشان اذا شفت هذا المقطع نزل معناته ما طلعش من الروم. وبالمرة يعني هيتنا احنا يعني بنقهر بزيادة، اذا بفهم بطلعش من المقطع اصلا. حسن أسطورة، أنا أصلا من يوم أسطورة، عاد صار لي 3 أيام مش لعب اللعبة. إن شاء الله يطلع عايش بس بعد كل هالطخ. أوه ماي جاد، أيوه السلام عليكم.
اوكي ما بدي اطخ عليه. استنى خلاص تعال. حزني دمه طلقتين. اسامه شو عامل فيه؟ اسامه طول بالك عليه. خلاص اجا 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 نام عنده على السريع. الله يعني مستنى ردة فعلك بس بعد الروم اشوف شو بدك بدي اشوف شو بدك تحكي. بس معجبين ومعجبين خلينا نعجب عليه على الكلام. بيش يا مان بيش. مش ملاحظين اشي؟ انه اسامة بيساعدني بمقطع اليوم مع اني معتزل صار له شهر كامل يمكن عن قناته ولا ابصر قديش، بس راح ارجع لكم اياه على اليوتيوب. اسامة يا اخوان بعت لي رسالة على الواتس بحكي لي يمكن انه طلع من الروم. بس كيف طلع من الروم يعني هو بحط ثلج؟ كيف احا بيمشي زي البوتات؟ بس كيف البوت يعني بحط ثلج لهالدرجة؟ لا ما طلعش من الروم مستحيل. تعال فنش بدي اشوف. حنخلص الجيم على السريع. ابلع بدي اشوف مشاهد ولا لا. ايوه مشاهد يا اخوان والله مشاهدين اثنين. ما طلعش من الروم. لا 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 اسامة طول بالك. يا باي قد ما ضحكت يا اخوان. اسامة طول بالك خلي الزلمة عايش. اتركه بدي اسوي عليه حركة بارمن. خليه كانوا وقع نوك. والله وقع وقع نوك يا اخوان. ايوه يخرب بيتك يا اسامة. ساعده يا ربي ساعده. خلينا نطول المقطع بدنا نسوي مقطع يوتيوب. بدي اسوي عليه محتوى. ساعده يا حبيبي. والمأنوب يا اخوان والمأنوب. بصراحة يعني توقعت انه العب من هيك كثير هو، بس عن جد نوب لهالدرجة يعني. طلع اسامة. ساعده يا اسامة ساعده. هينا بنتسلى. ولك ساعده ايش تفكش. تعال يا اخي اقسم بالله يا زلمه يسعد دينك يا اسامة راعي الزون. يا اخي سوف اكشخك لقد انفشخ. تعال اسامة بسرعة. تعال ساعده بسرعة. اسامة تعال تعب اتدرب معلم. كل ما بدي اتدرب روم ليش تجيب لي اياه؟ بدي اتدرب عليه تدريب. ساعده والله لا خليه يندم على اليوم اللي دخل فيها معي على السكواد وسبت علي. اذا ما خليته يعتذر ما بكون اسمي زين. يعتذر بس وبديش اشي منه يا اخوان. حلوت على قلبي سي حلوت. يلا سلام. تعال سلام يا حبيبي سلام. اصفر احمر كل واحد. المهم اني بدي اذلك يا اخي بهالروم على قد حجم المسبر سبيته. وانت تعال. ليش ما طخيت عليه؟ ما حط لك نيران صديق على الفاضي. طخ عليه المره الجاي. اوكي اخوان بتوقع انهم فجروا بعض لحموا بعض لانه صوت الطخ. هسه وقف ولا عيونكم يا اخوان بدي اطلع لكم اياه على الصفر. يلا النتيجه 5-0. اعطيني راسك على الصفر. خلاص اسامة تعال تعال على السريع. عمري 6-0 على الصفر يا اخوان. خلاص لا مجال على الصفر. لما زال يقول على الصفر يعني على الصفر. خلاص ولك استحي البي سي اللي بلعب فيه. اخر جولة وان شوت وان شوت وان رجل وان بطن. اي اشي يخش علي بالزاكي. تعال السلام عليكم. ايوه وان رجل وان رجل. تعال ساعده يا اسامه. تعال اسامه وينك يا اسامه؟ اسامه تعال. اسامه ابصر وين اسامه. خايف شكله باقي متخبي منه. تعال ساعده ساعده. ساعده. ذل يا اخي. يخرب بيتك يا اسامة يا اخي. والله الفكرة هي ما فكرت فيها بصراحة. انا ابلع تعال ابلع. لما اقول لكم زعل على الصفر يعني على الصفر. ليتس جو بيبي. انا كمان بعثت له من عندي بس واقف سولو يا اخي ما دخل. يا رب يقبل. عادي جعله ما دخل. هيو يا حبيبي ليش قاعد بتسب؟ انت ما بتتوب؟ قبل شوي سبت الدنيا رمضان. قبل شوي سبيت يا زلمة. ليش سبت علي في الصوص؟ انت شو اسمك ولا؟ تايم. شو تايم؟ تايم. وكم عمرك يا سيد تايم انت؟ 12. استحي حالك يا رجل الدنيا رمضان. ابو لهب بستحي اسويها يا رجل. يعني تقريبا من ساعة انت دخلت معي بسكواد وسبيتني مسبة يعني. لازم تروح تغسل ثمك على المسبة اللي سبيتني اياها.
توقعت انه نلتقيك بمرة انت؟ لا ما كنت متوقع. شفت اللي انا عملته فيك بالروم؟ اوه انا ندمان بصراحة اني عملته فيك. تستاهل جسم والله العظيم ما تستاهل. اسف يا زين. بتعرف مين انا؟ زين يوتيوبر. عيني ببشرك سوانا حلقة بتجنن. بكرة بتشوف بكرة بتشوف حالك على اليوتيوب. خلاص يا زين خلاص اعتذر يا زلمة مسامح كريم الدنيا رمضان. طب خلاص بسامحه بس يعطيني نكتة حلوة يلا ارجع من اول. مرة محشش وكب البير اجي صاحب السنة عند الحنفية. يا الهي كم انت تافه.